بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنمر الآن إلى الجزء الثاني من لغة جافا سكريبت، والذي هو جافا سكريبت دوم. ماذا تعني كلمة دوم؟ وما الهدف من هذا الجزء؟ هذا هو أهم جزء في لغة جافا سكريبت، والذي سنحتاجه في إنجاز المشاريع الخاصة بنا. الدوم هي اختصار لـ Document Object Model. الهدف من هذا الجزء هو أننا سنصبح قادرين على التحكم بالصفحة من خلال استعمال لغة جافا سكريبت. وأقصد بالتحكم أي حذف أو إضافة أو تغيير المحتوى الذي يتواجد داخل الصفحة. سأقوم بعمل مثال من أجل تسهيل الفهم. سأقوم بوضع div داخل الصفحة. div سأعطيه id تساوي مثلا المين، سأقوم بتسميته مين. حسنا، سأكتب داخله 200 أو 100 مثلا. سأقوم بتسجيل الكود. حسنا، لقد أعطاني 100 في الصفحة. الآن أريد تغيير 100 المتواجدة داخل الصفحة إلى 200 باستعمال لغة جافا سكريبت. من أجل تغيير 100 إلى 200 أو أي شيء نريد، نقوم باستعمال دالة خاصة بلغة جافا سكريبت تسمى getElementById. سأقوم بعمل مثال فقط، لن أقوم بشرحه. getElementById، ثم هنا كنا نقوم بعمل اسم الـ ID الخاص بالديف الذي نريد تغييره، قمنا بتسميته المين، ثم نضع إلى HTML تساوي، وهنا نقوم بكتابة القيمة الجديدة للديف مثلا 200 أو 300 أو أي شيء. حسنا، سيعطينا 200. الآن قمنا بتغيير المحتوى الذي يتواجد في الصفحة، والذي هو 100 إلى 200. هذا فقط مثال بسيط من أجل تقريب الفكرة لكم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو البسيط، وشكراً.